سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. صراحه هذه المره طولت، شحال هذه ما بقيت صورت، كنحط غير شي حاجه اللي هي يعني ما تنصورش انا، غير مع الوقت والله العظيم مع الوقت، ودخلت المدرسه والانسان ما تيساليش، وزيد عليه واحد شويه كنت عجز حتى هو. المهم كنشكر البنات اللي تواصلوا معايا، كنشكركم بزاف بزاف اللي لاحظوا الغياب ديالي، تحمق عليكم، تشكركم بزاف البنات والله العظيم. المهم اليوم ان شاء الله غدا اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم وصفه ديال الدجاج، غير دجاجه عاديه، ولكن طيب لا ما هذه الوصفه ديال الاخت ديالي هي اللي تديرها الله يعطيها الصحه. المهم تطيب بلا ما بلا والو غير في الكوكوت صافي، من بعد كتحيديها وكديريها في الفرن كتحمريها. نخليكم مع المقادير والطريقه. المهم البنات ما تنساونيش كيف ديما التعاليق ديالكم محفزه اللي كتزيد كتشجعني باش نعطي اكثر، وما تنساونيش بلي جام اللي كيشوف قناتي اول مره كنقول لهم مرحبا بكم دار داركم، انضموا لينا واش العائله ديالنا ان شاء الله تكبر. نخليكم دابا مع المقادير والطريقه، باي باي. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الدجاجه ها هي مغسوله، وعندي هنايا العطريه ما غندير فيها حتى نقطه د الماء، هذا طيب ناشفه في الكوكوت. المهم هنايا كنحتاج الثومه محكوكه، عندي هنايا 5 طريسات ثومه، عندي معلقه سكنجبير، خرقوم عرق، شويه التحميره، شويه الملحه ما كثرتش الملحه، عندي هنا شويه الابزار، القزبر يابس، شويه السمن، معلقه صغيره ديال الموطارد، وشويه الكمون. وهذا الماء غندير منه غير شويه باش غادي نحرك هذه الاقامه. هنا عندي شويه الربيع، الدجاجه ها هي كيف ما شفتوها انا غسلتها بالحامض وسميتو وسكنجبير، ها هما القوام. غادي ننزل كلشي، غناخذ بول ها هو كيف ما شفتو فيها شويه ديال الربيع، وغننزل فيها هاد العطريه كامله صافي. غادي ندير غير واحد رشيشه ديال الماء كيف ما غادي تشوفوا، غير شويه ما غاديش نكثر الماء، غير شويه على حساب باش نخلط هاد العطريه هادي، غير شويه د الماء صافي. غادي نخلط فيها هاد العطريه اللي درت كامله، الضويمه ديال الزعفران نخليها بلاتي ماشي دابا، بلاتي ونديرها صافي. غادي نحاول باش ندخل هاد الاقامه كلها، ندخلها في الدجاجه من الداخل وتحت الجلده كما كتشوفوا جهه الفخيضات، باش تشرب ليا كلشي، باش تجي بنينه تشرب ليا هذيك العطريه. غادي نبيتها انا، المهم دابا انا غنرقدها دابا الليل، وغدا ان شاء الله عاد نطيبها للغدا غتبات في الثلاجه، ضروري تبقى واحد. المهم انا غادي نبيتها دابا، وعلى حساب كل وحده والوقت ديالها، على الاقل تبقى غير جوج سوايع، على الاقل جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع كاع باش تشرب هذيك العطريه وتجي بنينه. صافي انا دابا ساليتها، غادي نجمع ليها رجيلاتها صافي، وندخلها للثلاجه ان شاء الله، وغطا عاد نطيبها صافي. كيف ما كتشوفوا انا غادي طرطقت ليها هاد الظهير باش ما تفرقعش ليا في الطياب، درت معاها هذوك القشيوشات ديالها، كريزه، الكبيده، جنيوحات، العنق صافي. ودابا غادي نخليها حتى لغدا ان شاء الله. دابا غادي نزيدو هاد الضويمه، ها هو بيت مرقد في الاقامه ديالو، كيف شفتو درت حتى اللب ديال الحامض. الملحه راه ما مكثرهاش غير شويه حيت اللب ديال الحامض راه مالح. صافي غنعاود ندهنو
باش يشد اللون ديال الضامه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا خديت الكوكوت، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، ما غاديش نكثر، غير ندهن غير شويه غير القاع ديال الكوكوت باش ما يشدش ليا هاد باش ما يشدش ليا الدجاج. صافي دابا غادي نصدو عليه يطيب. هانتو كيف شفتو راه ما كاينش الماء نهائيا ولا قطره ماء، شفتو لا تحرق ما شفتوني ما شفتكم. هانتو غير داك شويه ديال الزيت صافي غنسد عليه، كيف شفتو ما كاينش الماء. انا غنسد عليها دابا ونشعل على البوطه ونرجعو من بعد. كيف ما كتشوفوها هو دابا طاب، شوفوا طلق ليا هو طلق ليا الماء، شفتو كيف ما شفتو انا غير قطيره الزيت ما درتش الماء نهائيا، هو كيطلق داك الماء ديالو. المهم دابا ملي طاب انا غادا نحيدو باش ندخلو يتحمر في الفران ان شاء الله. وهنايا عندي البصله، عندي جوج بصلات كبار اولا ثلاثه مويان على حساب البصله، المهم على حساب الدغميره. غادا ننزلها في الكوكوت صافي، غنزيد عليها هذوك القشيوشات ديال الدجاج اللي خليت، الكنزة العنق هادو سميت باباهم. يلا مشات ليا. جنيوحات جنيوحات صافي، وغادي نخليهم يطيبوا حتى هما. نحاول ننزل هاد العطريه اللي بقات ليا في البول. طيبوا صافي، دابا ملي درت هذيك البصيله طيب مع هذوك القشيوشات ديال الدجاج، هنايا خديت شويه ديال الزبده وخديت شويه ديال الهريسه باش غادي ندهن بهم هاد الدجاجه وغادي ندخلها الفران تحمر ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا الهريسه راه كتجي خطيره في الدجاج في التحمار. صافي انا خلطتهم كيف شفتوا، ودابا غادي ندهن الدجاجه كامله الصدر والظهر كلشي. المهم حيتاش هاد الهريسه الصراحه كتبنن، كيف ما كتشوفوا هنا الدجاجه راه تعرات علينا بس كتحيد في حويجها. الجلده تقطعات معليش حاجه ما غتبان. المهم انا دابا غادي ندخلها الفران ان شاء الله تحمر. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا انا ملي كنبغي ندير الفريز كندير واحد الضريس ديال الثومه كيف ما كتشوفوا، باش كتجي بطاطا ما كتشربش ليا الزيت وكتجي مقرمشه، غير ضريس صغير في كل قليه كندير ضريس الثومه صافي، موراها مباشره كرمي الفريت. ها هي الفريت ديالي واجده كيف ما كتشوفوا، كتجي زوينه كتجي ناشفه من الزيت، وها هي الدجيجه ديالي طابت. ها هي حطيتها، ما كاين لا بريستيج ولا زواق، انا حطيت داكشي عادي مريقه بلديه عاديه. يلا البنات ما تنساوش تشجعوني، نتمنى تجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم الطريقه. خليتكم على خير، باي باي.